مش اتفقنا ان انت مش هتجيني هنا مرة تانية واني لما اعرف حاجة ليه؟ ما جيت لك قلت لي ايه؟ عرفت وش كنت تدورين عليه في غرفة التشويرية. انا اسفة انا مش هقدر استقبلك هنا لوحدي. هالمرة عاد انا عامل حسابي. توقعت ان امك وحشتك، وعلى فكرة اذا ابوك وحشك بعد الحين بخليهم يجيبونه. انت اكيد اتجننت. اكتشاف متأخر، انا مجنون طول عمري. قعدوا. أنا العين أبي أعرف القصة كاملة، وش دراكم سالفة العقد؟ إحنا ما نعرفش حاجة. خديجة عقلي بنتك، ترى إذا ما تكلمتوا هني بتتكلمون عند الشرطة. عاد أنتوا أخذوا اللوكيشن اللي يناسبكم. مو منهاش دعوة بأي حاجة. أنا كنت مستني ردة الفعل البطولية هذه. طلال اللي قال لك صح؟ وهو اللي قال لك روح يفتش غرفة جويرية ولا هذا اجتهاد شخصي منك؟ هو اللي طلب مني ادخل اوضة جويرية. احنا مجبورين ما نقدرش نقول لا. والعقد وين الحين؟ اتكلموا. والعقد وينه؟ ما لقيتوش في اوضة جويرية. قصدك اعطيتيه طلال؟ صح؟ أنا لو كنت اديته لطلال ما كانش بعت مامته بعد كده تدور عليه. لازم تأكد من كلامك. أبو مصعب تعالي بسرعة. أبو مصعب مين؟ أنا مش هدخل حد. خديجة قوم افتح الباب. تفتح لمين؟ أنا قلت لك مش هدخل حد. قاعدين.